اهلا بكل اولادنا طلبه تانية ثانوي. مستر مينا سعد بيحييكم. تابعنا في المرات اللي فاتت والحصص اللي فاتت وحدتنا الاولى اللي هي بعنوان الحضاره العربيه وظهور الاسلام. اتكلمنا يمكن عن حضاره شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام والحضارات اللي قامت فيها في الشمال والجنوب والغرب، واتكلمنا في الدرس الثاني اتكلمنا على ظهور الاسلام. النهارده معادنا مع الدرس الثالث. درسنا الثالث أحبائي بعنوان دعائم بناء الدولة الإسلامية. النهاردة هنتعرف الدولة الإسلامية كانت عاملة إزاي وابتدت إمتى. هنعرف إحنا وقفنا المرة اللي فاتت لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة. بعد دخول المدينة بيبدأ الإسلام مرحلة جديدة اللي هي مرحلة الدعوة المدنية. اتكلمنا المرة اللي فاتت وعرفنا إن دعوة الإسلام مرت مرحلتين، مرحلة في مكة، والمرحلة دي كانت بتتسم بالسرية والكتمان وكانت فيها اضطهاد وإيذاء للمسلمين. النهارده معانا هنبدا المرحله الثانيه اللي هي مرحله المدينه. بعد هجره الرسول من مكه للمدينه هنشوف في خلال العشر سنين اللي هيقضيهم الرسول في المدينه، بعد كده بيتوفى، العشر سنين دول هيحصل فيهم ايه؟ تعالوا نتابع مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل في درسنا. بصوا يا شباب، بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة ابتدى يفكر ان هو هيعمل دولة كبيرة اللي احنا هنسميها الدولة الإسلامية. في فكر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الدولة دي لازم تقوم على شوية مبادئ، منها ان هي لازم تقوم على العدل والمساواة بين الناس والتعايش مع الاخر. كلمة تعايش مع الاخر يعني الناس تعيش مع بعض مهما إن كانت الناس دي مختلفين، يعني ما فيش فرق بين حد بسبب اللون، ده ابيض ده اسود، او الدين ده مسلم او غير مسلم، او الجنس ده ذكر او انثى، او اللغة ده بيتكلم عربي او ده بيتكلم لغة تانية. عشان كده الإسلام هنا بيقبل التنوع والتعدد والاختلاف، مش قاصر على العرب بس اللي هم بتوع شبه الجزيرة العربية اللي ظهر عندهم الإسلام. هنشوف الكلام ده وهنتعرف عليه النهارده، ازاي ان الدولة اللي عملها الرسول قامت على المبادئ دي، العدل والمساواة والتعايش مع الآخر. هنشوف الكلام ده بالتفصيل، بس تعالوا نتفرج على المدينة اللي هي كانت تعرف باسم يثرب وحاليا تعرف باسم المدينة المنورة. المدينة دي كان حالها عامل ازاي لما الرسول دخلها او قبل دخول الرسول بحاجة بسيطة. بصوا مبدئيا ان مدينة يثرب دي واحدة من اهم المدن زي ما اتكلمنا في الدرس الاول في غرب شبه الجزيرة العربية. المدينة دي كان بيسكنها قبائل عربية وقبائل يهودية، قبائل عربية وقبائل يهودية، وزي ما قلنا هنا كان بيسودها النظام القبلي في المناطق دي. القبائل العربية كان اشهرهم قبيلتين مهمين خالص، واحدة اسمها الاوس والتانية اسمها الخزرج، الاوس والخزرج، وفي قبائل عربية تانية بس دول اكبر القبائل الموجودة هناك، الاوس والخزرج. اليهود كان ليهم ثلاث قبائل، اليهود بيتمثلوا في ثلاث قبائل، قبيلة اسمها بنو النضير، وقبيلة تاني اسمها بنو أو بني قريظة، والثالثة اسمها بني قينقاع. بنو النضير كانوا بيسكنوا في منطقة اسمها وادي بطحان، وادي بطحان. بني قريظة كانوا بيسكنوا في منطقة تاني اسمها وادي مهزور. ثالث قبيلة اللي هم بنو قينقاع كانوا بيسكنوا في الوسط، يعني في وسط مدينة يثرب. ده المجتمع اللي كان موجود في مدينة يثرب قبل الإسلام. طبعا بعد كده هيهاجر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين بتوع مكة، فالمجتمع شوية هيتغير وهنتعرف على ده في الأجزاء اللي جاية. نتابع مع بعض أحبائي. أثناء وجود اليهود في مدينة يثرب، يعني بجوار القبائل العربية اللي موجودة هناك، اليهود في الأول كانوا مسلمين، يعني كان في حالة من السلام بين العرب واليهود هناك. وكمان بيقول لي ان اليهود والعرب كانوا بيتعاملوا مع بعض بمعامله كويسه، وان اليهود ما كانوش بيسعوا لنشر دينهم هناك. خلي بالكم في العقيده اليهوديه اليهود ما بيحبوش حد يدخل من براهم الدين بتاعهم، يعني مش بيدعوا ليه. عشان كده نقدر نقول ان العلاقه بين القبائل في المدينه الاسلاميه، او يعني اللي هي هتبقى مدينه يثرب اللي هتبقى المدينه النبويه الاسلاميه اللي هي بدايه الدوله الاسلاميه قبل الاسلام، كانت في الاول العلاقه بين اليهود والعرب في مرحله وفاق. طب هل الوفاق ده استمر؟ لا، بيقول لي في البدايه كان في وفاق، كان في مسالمه بين العرب واليهود اللي عايشين مع بعض، واليهود كانوا عايشين مع العرب وكانوا بيعاملوهم معامله كويسه ولم يسعوا لنشر دينهم بين الناس. الكلام ده ما استمرش كتير، لان هتوصل مرحله ان اليهود بيبتدوا يقلقوا من القبائل العربيه. عشان كده ان القبائل العربيه لما هتبتدي تزيد في مدينه يثرب، وهتزيد بسبب انهيار سد مأرب اللي اتكلمنا عليه في الدرس الاول. في بلاد اليمن بالتحديد في مملكه سبأ كان في سد مشهور خالص اسمه سد مأرب. السد ده حصل ان جت امطار غزيره، الامطار دي ما استحملهاش
السد وانهار، فطبعا دمر كل الارض اللي هناك، فكل القبائل خلاص شغلها ومصدر رزقها ضاع، فابتدوا يدوروا على اماكن جديده، فابتدت القبائل دي تهاجر من بلاد اليمن في الجنوب يروحوا للشمال، فمنهم ناس استقرت في غرب شبه الجزيره العربيه بالتحديد في مدينه يثرب. وكان اشهر القبائل اللي هاجرت هناك القبيلتين اللي اتكلمنا عنهم من شويه، قبيله الاوس وقبيله الخزرج. يبقى الاوس والخزرج دول اصلهم يمني جايين من الجنوب، انتقلوا الى مدينه يثرب عقب انهيار سد مأرب. اللي حصل ان اهالي الاوس والخزرج ابتدت اوضاعهم الاقتصاديه تتحسن في المدينه، وابتدى يبقى لهم الاستثمار بتاعهم في الزراعه والتجاره وغيرها. عشان كده اليهود ابتدوا يغيروا منهم، وحسوا ان في منافس هيبتدي ياخد مكانه اقتصاديه زي اللي هم فيها وممكن تكون اعلى. عشان كده هيقع خلاف، وهنتفرج دلوقتي على الخلاف ده كان عامل ازاي. يبقى هنا العلاقه بين القبائل العربيه في المدينه ما كانتش بتسير على وتيره واحده، لا، القبائل كانت يا اما بتدخل في مرحله وفاق زي ما حصل ما بين العرب واليهود، واليهود لم يسعوا لنشر دينهم. بعد كده اليهود ابتدوا يخافوا من العرب بعد هجرة قبيلتي الأوس والخزرج بعد انهيار سد مأرب وتحسن أوضاعهم، فخاف اليهود، وهنشوف دلوقتي رد فعل اليهود ايه. نتابع. وهنا دلوقتي هنتعرف على رد فعل اليهود لما تحسنت أحوال الأوس والخزرج في المدينة. في البداية اليهود كانوا متفقين مع الأوس والخزرج وكل القبائل العربية، احنا هنعيش مع بعض في سلام، وإن أي خطر هتتعرض له يثرب ده مسؤوليتنا كلنا، لازم ندافع كلنا عن يثرب. طب حلو قوي، يبقى اليهود عملوا عهد، عهد يعني اتفاق، إن إحنا هندافع عن مدينة يثرب مع بعض ونعيش كلنا مع بعض في سلام. بسرعة اليهود بينقضوا يعني بيرجعوا في كلامهم ويخالفوا العهد، بينقضوا العهد والاتفاق ده مع القبائل العربية بالذات الأوس والخزرج. ليه؟ خاف اليهود زي ما قلنا من تحسن أحوالهم، تحسن احوال الاوس والخزرج. هتعملوا ايه يا يهود؟ انتوا كنتوا متفقين معاهم تعيشوا في سلام، لا، فجاه لما تحسنت اوضاعهم ابتدى اليهود ينقضوا العهود بتاعه السلام، وقاموا بمهاجمه الاوس والخزرج وقتلوا الكثير من الاوس والخزرج، قتلوا الكثير من الاوس والخزرج. يسكتوا؟ لا، الاوس والخزرج احوالهم تتحسن كمان. اليهود قالوا طيب فكره القتل دي مش جايبه نتيجه، طب ما تيجي نلعب لعبه جديده. اللعبة الجديدة اللي هتعملوها يا يهود مع الأوس والخزرج، ابتدوا يتبعوا سياسة فرق تسد، يعني نفرق ما بينهم، نوقع ما بين الأوس والخزرج، نوقع ما بين العرب، فالعرب يقتلوا في بعض بعيد عننا احنا، بدل ما احنا نحاربهم والدنيا دي ونقتلهم ويقتلوا مننا، لا، احنا نوقع ما بين العرب وهم يقتلوا في بعض ويتصفوا هم مع بعض. وكده اليهود ايه؟ كسبان من بعيد. عشان كده اليهود قسموا نفسهم فريقين، فريق بيضم يهود بنو النضير وبني قريظة، وفريق تاني بيضم قبيلة بني قينقاع. وكل فريق قال احنا نتحد مع قبيلة من القبائل العربية ونوقع ما بين القبائل دول. يعني مثلا بنو النضير وبني قريظة اتحالفوا مع قبيلة الأوس، بني قينقاع اتحالفوا مع قبيلة الخزرج، وعملوا ايه بقى؟ كل قبيلة من القبائل اليهودية تحرض القبيلة العربية على القبيلة العربية التانية، فابتدى يحصل صراع وفتن بين الأوس والخزرج بسبب اليهود، لدرجة ان قامت بين العرب في مدينة يثرب حروب كتيرة كان اخرها حرب كبيرة اسمها يوم بعاث. يوم بعاث، قال لك لم يخلصهم من هذه الحرب سوى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما عملوا معاه طبعا بيعة العقبة الاولى والتانية، وان زي ما قلنا ان الرسول دخل يثرب وان اهل يثرب وافقوا على على هجرة الرسول وقبلوا دعوة الاسلام، لان كانوا محتاجين حد يجمع شملهم ويقضي على الخلاف اللي حصل ما بينهم بسبب اليهود. يبقى هنا رد فعل اليهود على تحسن احوال الاوس والخزرج، في الاول اليهود كانوا بيقولوا ان احنا نعيش في سلام، لكن لما تحسنت اوضاعهم اللي هم العرب لقينا اليهود قتلوا عدد كبير منهم، ما اكتفوش بكده، ابتدوا يصلحوا علاقتهم بيهم ويتحالفوا معاهم، بس التحالف ده كان من وراه شر كبير، ان هم بني النضير وبني قريظه اتحالفوا مع قبيله الاوس، وبني قينقاع اتحالفوا مع قبيله الخزرج، وابتدوا يوقعوا ما بين القبيلتين العربيتين، فقامت حروب كبيره ما بينهم، اخرها حرب يوم بعاث التي لم تنتهي الا بعد دخول الاسلام الى يثرب، او يعني الحروب بتاعتهم ما خلصتش غير بقبول الدعوه الاسلام. عشان كده نقدر نقول ان قبل الاسلام كانت مدينة يثرب اوضاعها كانت غير مستقرة، وكان فيها توتر بين العرب ونفسهم بين الاوس والخزرج، ما خلصهمش من التوتر ده غير الاسلام، عشان كده زي ما قلنا قبلوا الدعوة للدخول في الاسلام. طيب بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لمدينة يثرب، هل اليهود دخلوا في الاسلام؟ قال لي لا، اليهود رفضوا الدعوة الاسلامية. ليه؟
قال لك لان احنا خايفين على اوضاعنا ومكانتنا الاقتصاديه. اليهود كانوا فاكرين ان المسلمين هياخدوا مكانهم، لا احنا بيقولوا احنا قبائل يهوديه لينا مكاننا ووضعنا الكبير ومكانتنا الاقتصاديه، مش عايزين حد ينافسنا فيها، احنا الكبار، احنا اللي متسيدين المدينه، واحنا مش هندخل نندمج مع المسلمين، فبالتالي المسلمين ممكن يتسيدوا علينا، احنا لوحدنا والمسلمين لوحدهم. عشان كده رفضوا الدخول في الاسلام خوفا على مصالحهم الاقتصاديه. بعد ما تعرفنا على احوال مدينه يثرب قبل الاسلام، تعالوا نشوف بعد الهجرة. الرسول لما فكر يبني دولته في المدينة قال ان لازم الدولة بتاعتها عشان تكون قوية لازم تقوم على شوية دعائم او اسس، في اساسيات لازم تقوم عليها المدينة. الاسس اللي قامت عليها الدولة الاسلامية خمس اسس، احنا هنقولهم بسرعة بعد كده نفند كل بند لوحده. اول بند بناء المسجد. اتنين المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. ثلاثة صحيفة المدينة. أربعة البناء الاقتصادي. خمسة تأمين الدولة وحمايتها من خلال بناء جيش. تعالوا دلوقتي نفند كل بند أو كل ركن من أركان بناء الدولة الإسلامية، تعالوا نتعرف عليهم بند بند ونشوف قصده إيه. أول ركن من دعائم بناء الدولة الإسلامية بناء المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة أول حاجة فكر فيها يبني مسجد، يبني مسجد. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حركة فيها ذكاء. الرسول وهو داخل طبعا الناس هتبتدي بقى تتخانق، يا رسول الله تعالى اقعد في بيتي أنا، لا قبيلة تانية تعالى اقعد في بيتي أنا. العرب شوية كانوا في الوقت ده متعصبين، يعني فكرة القبلية مسيطرة عليهم، بس الاسلام هيدخل يغير ده كله، هنشوف ازاي. بس هنا الرسول عمل حركه ذكيه عشان ما يحصلش خلاف ما بينهم، قال لهم حاجه، المكان اللي هيبرك يعني هيقعد فيه الجمل اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم راكبه هو اللي هبني فيه المسجد، عشان الجمل ما يعرفش ده ارض مين ولا مش ارض مين، المكان اللي هيبرك فيه الجمل هو ده اللي هعمل فيه المسجد. وفعلا فضل الرسول ماشي بالجمل، الجمل المكان اللي برك فيه الجمل لوحده هو المكان اللي اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد. ونلاحظ حاجه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك أصحابه في البناء، يعني كان بيقول لنا أن هو كان بيحمل الحجارة وجذوع النخيل اللي هي الخشب بتاع النخل اللي كانوا بيبنوا منه المسجد، يعني هنا ده دليل على المشاركة، أن بالرغم أن الرسول هو الكبير وذو المكان الأعلى لكنه بيشارك، هنا ده المشاركة وبرضه دليل على التواضع. طيب يسألني إيه أهمية المسجد في الإسلام؟ إيه أدواره؟ وإشمعنى كان هو أول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم فكر أن هو يعملها؟ يعني من ضمن البنود الخمسة ليه اشمعنى بناء المسجد أول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم فكر يعملها؟ أول حاجة لأن المسجد ده مكان هيتجمع فيه المسلمين للصلاة والعبادة، يبقى هو أول حاجة، لأن هي الدعوة جاية أول حاجة لإيه؟ للعبادة، لعبادة ربنا والتوحيد، فهو مكان هيكون للصلاة والعبادة. اتنين المسجد ما كانش قاصر على الصلاة والعبادة بس، إزاي؟ لعب دور تعليمي. المسجد كان مدرسة بيتعلم فيها المسلمين امور الدين، كان بيقعد معاهم الرسول صلى الله عليه وسلم يديهم دروس ويعلمهم امور الدين، فهو مدرسه، بيفكرني بمدرسه دار الارقم اللي هي كانت في مكه في بدايه الدعوه. فهنا بيقول لي يبقى المسجد لعب دور ديني ان هو مكان للصلاه والعباده، دور تعليمي اجتماعي كان مدرسه بيتعلم فيها المسلمين امور الدين، ثلاثه كان ملتقى للمسلمين لتحقيق الوحده، وهنا ده دور اجتماعي، كانه يعني المكان اللي بيتقابلوا فيه المسلمين بقى يقعدوا يتكلموا مع بعض يتعرفوا مع على بعض، لان طبعا في ناس جديده دخلت الاسلام من يثرب، فكان مكان لتوحيدهم، تحقيق وحده برضو اجتماعيه، يبقى لعب دور برضو اجتماعي. اربعه كان مأوى للصحابه من المهاجرين، يعني ايه؟ في كتير من الصحابه بتوع مكه اللي هاجروا لمدينه يثرب ما كانش ليهم مكان يناموا فيه، فمبدئيا كانوا بيناموا في المسجد لغايه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يتدبر لهم في اماكن سكن ليهم، فهنا برضو بيلعب دور برضو اجتماعي، كانه ملجا، يبقى هو بيلعب دور ديني ودور اجتماعي، اهو ليه دور ديني للصلاه والعباده، دور اجتماعي بيتمثل في التعليم كمدرسه، بيتمثل كانه برضو نقول نادي كان بيلتقي فيه المسلمين عشان برضو يحقق الوحده ما بينهم ويتعرفوا على بعض ويندمجوا. اربعه كان مأوى، دور اجتماعي ودور بيساعد فيه الناس اللي هي مش محتاجه سكن، فكان بيوفر للصحابه مأوى يناموا فيه.
خمسة الدور بقى لعب دور إداري. يعني دور إداري؟ دور إن ده المكان اللي كان بيقعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم منه الدولة، دور إداري وسياسي، يعني هو مقر الحكم زي القصر كده بتاع رئيس الجمهورية اللي بيحكم منه الدولة. يبقى هنا المسجد ما كانش ليه دور واحد بس، لا ده ليه أدوار كتيرة قوي ومهام، مش مهام دينية بس، لا ده مهام اجتماعية ومهام إدارية وسياسية. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول حاجة يعملها هو بناء المسجد. بعد بناء المسجد الرسول ابتدى يخطب، يعني يقول خطبه، خطبته الاولى في المسجد النبوي ده، وكان بيكلم المسلمين عن القيم الدينيه. عشان كده ابتدى دعوته بارساء القيم الدينيه، ابتدى يكلمهم عن القيم الدينيه. اما عن الركن الثاني لدعائم بناء الدوله الاسلاميه، بعد بناء المسجد الرسول فكر في حاجه اسمها المؤاخاه بين المهاجرين والانصار. المهاجرين طبعا هم المسلمين اللي هربوا من مكه لمدينة يثرب فرارا زي ما قلنا هروبا بدينهم بسبب الاضطهاد والتعذيب اللي كان هناك. أهل يثرب الرسول سماهم الأنصار لأنهم ناصروا الرسول وأيدوه، لأن هم اللي قرروا حماية المسلمين وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا في ناس من مدينتين مختلفين، مدينة مكة الناس دول جايين سابوا بيوتهم وسابوا أرضهم وعيشتهم وأهلهم وراحوا لمدينة يثرب. هنا الرسول بيفكر في فكرة ان احنا ليه ما نعملش مؤاخاة، كل واحد من يثرب يختار اخ ليه من مدينة مكة يكون اخوه. بيقولك ان الاوضاع الجديدة فرضت على المهاجرين والانصار مسؤولية تدعوهم للاخوة والتعاون. الاوضاع الجديدة ان هو طبعا اهل مكة في ظروف صعبة واهل يثرب هم اصحاب الارض، فالرسول فكر فكرة المؤاخاة. وقال لي كمان ان المؤاخاة اللي هتحصل دي، قال لك هي مؤاخاة اقوى من مؤاخاة الرحم. يعني مؤاخاة الرحم يعني كان اتنين اخوات مولودين من ام واحدة، فهنا بيقول لك دي مؤاخاة اقوى من المؤاخاة بتاعت الاتنين الاخوات اللي هم من ام واحدة. طيب ايه رد فعل الانصار؟ لا رد فعل الانصار كان اللي هم اهل يثرب كان رد فعل قوي ومشرف، وكانوا على قد المسؤولية وفعلا قبلوا المؤاخاة. ده مش بس كده، ابتدوا يواسوا اخوانهم من المهاجرين واثروهم على نفسهم، يعني ابتدوا يفضلوهم على نفسهم، لدرجة اني هنشوف المؤاخاة دي حصل فيها ايه. ان الانصار ابتدى يوزعوا مثلا، انا حد مثلا عندي بيتين، لا ادي البيت الافضل لاخويا الجديد ده اللي هو جاي من المهاجرين من مكة وهكذا. عشان كده بيقول لي ان المهاجرين كانوا او الانصار عفوا كانوا بيفضلوا ويؤثروا المهاجرين على أنفسهم. دلوقتي نتعرف على الأسباب اللي دفعت الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. إيه الأسباب اللي خلت الرسول يعمل مؤاخاة؟ عندنا 3 أسباب. أول سبب سبب وجداني نفسي، تاني سبب سبب اقتصادي، تالت سبب سبب اجتماعي. الهدف من الرسول إن هو يعمل المؤاخاة دي، أول حاجة يعمل معالجة نفسية لأهالي مكة المهاجرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يعالج حنين المهاجرين لمكة، ناس طبعا سابت أهلها وسابت ذكرياتها وعيشتها كلها في مكة وراحت لمدينة جديدة وناس جداد وحياة جديدة ومعهمش أي حاجة، فهو كان عايز يعالج الحنين ده، ما يحسهمش إن هم غرب في مدينة يثرب. فبالمؤاخاة هيلاقي حنينه لمكة مش هيبقى بنفس المقدار القديم، يعني دلوقتي هيحبوا ان هم يسكنوا في مدينة يثرب المدينة الجديدة، وبالتالي هتكون العلاقة بينهم وبين اخوانهم من الانصار علاقة قوية، فمش هيحسوا بالغربة، فبالتالي هيحسوا بالامان ويعالج حنينهم زي ما قلنا لمكة ويفضلوا عايشين مستقرين. ده اول سبب، سبب نفسي وجداني. تاني سبب اقتصادي. ايه السبب الاقتصادي؟ احنا خدنا في درسنا التمهيدي او الدرس الاول ان خبرة اهل مكة كانوا في التجارة، هم كانت مدينة مكة مدينة تجارية، لكن مدينة يثرب كانت مدينة زراعية في الغالب. بيشتغلوا في التجارة بس الشغل السائد كان اصلا في الزراعة والصناعة. طيب اهل مكة المهاجرين ما بيعرفوش يشتغلوا ولا في الزراعة ولا الصناعة، هم شغلتهم بس التجارة، فهنا كانت مشكلة، الناس دول هيشتغلوا ازاي؟ المهاجرين مش هيعرفوا يشتغلوا في التجارة، ما عندهمش الإمكانيات، مين هيديهم فلوس؟ عشان كده بيقول لي إن المهاجرين لم يستطيعوا ممارسة التجارة، مما ترتب عليه عدم تمكنهم من شق طريقهم في المجتمع الجديد، مش هيعرفوا يشتغلوا، مش عارفين يشقوا طريقهم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هيحل المشكلة دي. ليه؟ لما تلاقي واحد مثلا يقدر، أنا عندي راجل مثلا عندي فلوس وقسمتها أنا من الأنصار وقسمتها مع أخويا من المهاجرين،
فهنا اخويا من المهاجرين يقدر يشق طريقه بقى ويشتغل من خلال المؤاخاه دي ويحل مشكلته الاقتصاديه. ثالث سبب من اسباب المؤاخاه اسباب اجتماعيه. يعني ايه؟ المهاجرين زي ما قلنا في الاسباب النفسيه ان هم تركوا اهلهم وكان عندهم حنين لمكه. طيب في الاسباب الاجتماعيه، لما ترك المهاجرين اهلهم واصحابهم فبقى عندهم مشكله اجتماعيه ان هم دلوقتي الناس دي بره اهلها والناس دي سابت ممتلكاتها، فمعهمش، راحوا في بلد جديد اللي هي يثرب، ما عندهمش ولا سكن وبقت ولا شغل. احنا قلنا الشغل خلاص هيتحل في الاسباب الاقتصاديه، دلوقتي ما عندهمش سكن، فدي برضو الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل المؤاخاه هيبتدي بقى الناس دي ايه اللي هم الانصار يدوا اخوانهم المهاجرين بيوت وتحل المشكله بتاعه السكن. كده احنا تعرفنا على الدوافع اللي دفعت الرسول صلى الله عليه وسلم لارساء المبدا الثاني او وضع المبدا الثاني اللي هو المؤاخاه بين المهاجرين والانصار. تعالوا نتعرف على المبدا الثالث. طيب هو ايه موقف الانصار اهل يثرب من المؤاخاه مع المهاجرين؟ زي ما قلت ان الانصار رحبوا بفكره المؤاخاه اللي اقترحها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لي كانوا على استعداد كامل للتعاون مع المهاجرين، وزي ما قلت لكم ابتدوا يقسموا ممتلكاتهم مع المهاجرين من اهل مدينه مكه، وده كان ليه اثر عظيم في نفوس المهاجرين. المهاجرين ابتدوا يحسوا بالامان ويحسوا فعلا بكل هدف الرسول بمعالجه كل المشاكل اللي كانت عندهم زي المشاكل النفسيه، ابتدى يعالج حنينهم لمكه وابتدوا يحسوا ان هم مش غربه عن المجتمع ده. فهنا بيقول لي ايه؟ الانصار كان موقفهم قوي جدا، موقف عظيم، موقف بيدل على المحبه والنبل، كان على استعداد كامل للتعاون مع المهاجرين وتقسيم الممتلكات بينهم. وقال لي ده كان ليه اثر عظيم في نفوس المهاجرين، فانهم لم يروا قوما احسن مواساه ولا احسن عطاء من الانصار. قال لك ان اللي عملوه الانصار ده مفيش حد يعمله، مفيش حد احسن منكم في المواساه، انتوا عزتونا وواستونا. طيب تعالوا نتعرف على اخر حاجه تخص المؤاخاه. ايه نتائج المؤاخاه بين المهاجرين والانصار؟ طبعا نتائجها حلوه، خلت المجتمع من جوه مجتمع مترابط ومتماسك، عملت وحده في المجتمع، المسلمين اللي كانوا مختلفين بقوا امه واحده. هنا اهو يبقى هنا المسلمين اصبحوا امه واحده من خلال المؤاخاه، وده برضو هنشوف ان قدام في صحيفه المدينه هتنص ان المسلمين لازم يفضلوا امه واحده. فبيقول لي ايه؟ اول نتيجه تقويه الجبهه الداخليه وبناء مجتمع مترابط، بقى هم اقوياء من جوه، المسلمين متحدين. طبعا في مثل يقول لك في الاتحاد قوه، وبقى مجتمع مترابط، يبقى المؤاخاه دي عملت مجتمع قوي. اتنين، انهاء العصبيات القبليه وجمع الناس على اساس العقيده ووحده الامه. فكره العرب كانوا متعصبين، كل واحد يقول لك انا من عيله فلان، انا مش عارف من بيت علان. العصبيات القبليه دي طبعا كل اللي دخل الاسلام خلاص نسي الاصل بتاعه، مش اهم حاجه القبيله، لا كلنا دلوقتي واحد متساويين. زي ما قلنا المبادئ اللي عملها الرسول كان عايز ينشر مبادئ العدل والمساواه بين الناس والتعايش مع الاخر، نقبل بعض مهما كان انا من قبيله فلان الغنيه ولا ده من قبيله فلان الفقيره، لا كلنا واحد. يبقى هنا المؤاخاه دي خلت الكل اخوات، مفيش عصبيات قبليه، وكلنا اللي بيجمعنا المؤاخاه من خلال الايمان بالعقيده الواحده والامه الواحده. ثالث نتيجه طبعا مواساه الانصار لاخوانهم من المهاجرين اللي هم سابوا بيوتهم واموالهم من اجل نصره دين الله. بكده المهاجرين لقيوا زي ما قلنا من شويه، لقيوا مواساه وتعزيه من خلال اخوانهم الانصار. طبعا من خلال المؤاخاه بين المهاجرين والانصار استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يعمل مجتمع قوي بيقوم على الحب والايثار، الايثار يعني يفضل كل واحد يفضل التاني على نفسه، ليمثل اعظم مجتمع عارفه التاريخ.